فالإنسان لازم أنه يقترع ويصوت للإنسان اللي يكون الإنسان اللي يشتغل بالبلد ويكون مخلص لهذا الوطن. نعم، ما راح أروح على الانتخب يعني صراحة، يعني ما أعتقد مجلس النواب راح يعمل لي في الوقت الراهن أي شيء، يعني لأنه شفنا المجالس اللي قبله، فأعتقد يعني أغلبها نواب خدمات، اللي بده يزف الطريق، اللي بده عدم مؤاخذة يطلع له واسطة لتأمين صحي إلى آخره. أما إحنا بهمنا نواب تشريعات صراحة، يعني نواب تشريعات، بدي أشوف قوانين تنزل للبلد هنا على أساس أنها تخدم مصلحة المواطن كمواطن، مش كشخص له مصلحة معي يعني. نعم، سأنتخب وسأشارك في الانتخابات لأنه حق دستوري لي. سأشارك وأنتخب النائب المختار أو المنتخب لكي يصل إلى قبة البرلمان ويمثلني تحت قبة البرلمان. لا، ولن أنتخب أحد لأنه ما حد يستاهل. ليش؟ لأنه 4 سنوات ما سوون شيء بالبلد، بلد انهارت اقتصاديا، شحدنا. أنا متقاعد عسكري، لما يكون راتبي 300 دينار، هم قاعدين على كرسي، كان وزير ولا وزير رئيس وزراء ولا أي الحيتان بعمان، كان له بلد. لمين راحت البلد هاي؟ أموال البلد 30 مليار، 40 مليار، وين راحنا هذول؟ المديونية صارت لمين؟ صارت هاي مين أكل فيها غير المواطن الأردني؟ أنا كمواطن أردني أنا بدي لقمة عيش طعم أولادي. نعم، سأنتخب وأرسلان في الديمقراطية في هذا البلد، ومؤمنا بمبادئه، ومن أجل المحافظة على الرقابة والتشريع في القوانين والإشراف عليها. لا، حقيقة لأن مجلس النواب فشل ذريع في الوقوف مع المواطن، بالعكس كان ضد المواطن في اتخاذ كثير من القرارات، من ارتفاع الأسعار وعملية الضرائب، قانون الضرائب، وكثير من الأمور اللي ما شعرنا في مجلس النواب مع المواطن حقيقة. وباعتراف أحد أعمدة مجلس النواب أنه مجلس النواب ما كان إلا ديكور، فلذلك أنا حقيقة مقاطع لهذه الانتخابات ولن نذهب إلى صناديق الاقتراح. لا أنتخب، لأنه جربنا المجالس السابقة وأصبحت مشاريع فاشلة وثقة ما فيه، ومش راح أنتخب. أنا ما راح أنتخب ولا أطلع من بيتي يوم الانتخابات، وهذا بعتبره مشروع فاشل، ولست مع الانتخابات أبد. أنا بالنسبة لي مقاطع للانتخابات نهائيا، يعني للأسف الناخبين من انتخبهم ما بنعود نشوفهم نهائيا، بسكروا تليفوناتهم، ما بنشوفهم لا على المناسبات من مرة يعني، ولذلك أنا مش راح أنتخب يعني نهائيا قطعيا. لا، لأن يا أخوة النواب ضد المواطن، يعني ما عم صف ضد المواطن، دائما ضد المواطن، أي قانون أيدوه. فإحنا ما ودنا النواب، كله النائب ضد المواطن، كيف راح أثبت معاه هو كله شراء أصوات ومصاري، ما ينجح غير المصاري. يعني كيف هذا نائب اللي بالمصاري ينجح؟ هذا نائب مو نائب وطنه، مو نائب وطنه، الوطن اللي بينجح الناس تنجحوا، وتنجحوا كله بشر ومصاري، يشتروا 2000 3000 صوت وناجح ونصاري النائب، كيف هذا بده يساعدني؟ نعم سأنتخب، أنا بهمني إنه رأي أو صوت الشوبك يصل، بهمني إنه يكون في ناخب للشوبك يمثل لواء الشوبك في محافظة معان وفي جميع الألوية من جميع محافظات المملكة. هذا عرس ديمقراطي ولازم الجميع إنه يشارك فيه، لازم الكل ينتخب والكل يتوجه إلى صناديق الاقتراع ويختار الشخص المناسب اللي يمثل هذا اللواء دون تحيز أو تمييز بين قرابتي وبين عشيرتي وفلان. إحنا لو بدنا نحكي على الانتخابات، طبعا عارفين إن المجلس اللي كان ما فاد ولا كل الشعب عجبه الوضع، ولكن نيجي نحكي ما بدنا ننتخب برضو راح نؤدي إلى إفراز برضو نواب غير كفؤة. فإحنا إن شاء الله بنحاول نصوت لأشخاص ونوصلها للمجلس قد نتأمل فيها الخير إنه تقدر تعمل إشي للبلد.